متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية للأربع وعشرين ساعة القادمة. هذه الليلة الأجواء تكون غير مستقرة بعض الشيء في بعض الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، تخطر على إثرها بعض الزخات من الأمطار، وتبقى أيضا فرص بعض الأمطار قائمة في بعض المناطق الجنوبية الغربية. أما في العاصمة الرياض فالأجواء غالبا غائمة بوجه عام، درجة حرارة 10 درجات مئوية والأجواء مائلة للبرودة بعض الشيء. غدا نهارا يتوقع أن تبقى فرص الأمطار قائمة في كل من جنوب غرب المملكة، مرتفعات الباحة وأبها وأيضا مرتفعات عسير، بالإضافة لبعض الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة مثل حفر الباطن، رفحاء وأيضا أجزاء من القصيم وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية من محافظة الرياض، وربما تطال أيضا هذه الأمطار منطقة الجبيل. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. سنبدأها شمالا من عرعر 15 إلى 7، سكاكا حوالي 18 إلى 10، تبوك 19 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 28-19، في المدينة المنورة 26-16، في جدة 27-21، وفي الطائف من 22-14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في أبها 19-11 مع فرص لأمطار رعدية، الباحة 14-12 مع فرص لأمطار أيضا رعدية، وفي جزائر من 29-25 درجة مئوية. المناطق الشرقية تكون في الإحساء 23-14، في الدمام من 22-16، أما في حفر الباطن من 21-11 درجة مئوية مع فرص لبعض الأمطار. المناطق الوسطى من المملكة تكون في الرياض 20-12، في بريدة 20-11، وفي حائل من 17-8 درجات مئوية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة لهذه الليلة ونهار الغد. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.